إلى ذلك، عقد وزير الخارجية سامح شكري حوارا مع وفود السكان الأصليين المعتمدة لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمشاركين في الدورة 27 للمؤتمر، والتي تضم ممثلين عن مختلف المنظمات الحكومية المعنية بتمثيل السكان الأصليين والمجتمعات المحلية من مختلف المناطق الجغرافية حول العالم. وأوضح الوزير شكري خلال الحوار حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على التعرف على خبرات وقيم وتجارب ممثلي السكان الأصليين، التي من شأنها أن تسهم في دعم الهدف الرئيسي للمؤتمر المتمثل في تنفيذ تعهدات المناخ وفي تحويلها لواقع ملموس على الأرض.